السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شات بوت جوه شات جي بي تي، متخصص في لو انت عندك اسئلة عن البيم، تمام؟ I am your personal بيم مانجر. فلو في اي اسئلة عايز تسألها له بخصوص البيم، بخصوص الريفيت، بخصوص الاركيكاد، وبالشغل العربي والانجليزي، ما عندوش اي مشكلة خالص، لان هو جزء من شات جي بي تي، تمام؟ اهو بدأ يجاوب على الاسئلة اللي انا سألتها له. طيب دلوقتي لو انا قلت له اكسبلور جي بي تي عشان نوصل لحاجه زي كده، ماشي، اكسبلور جي بي تي بيبدا يفتح لي حاجات ادنس موجوده او بلجنز موجوده، فانا هقول له ان انا بدور على الحاجات الخاصه بالبيم وادوس انتر، عشان لو انا ما سبتش اللينك تلاقي كل حاجه. هنا هتلاقي عندك حاجه اسمها داينامو ريفيت اي بي اي هيلبر، ده هيبقى متخصص فلو انت بتسال عن حاجه خاصه بالداينامو وبرمجه الريفيت. عندك ريفيت ويزارد، عندك بيم اكسبيرت، عندك ريفت بيم ماستر، عندك سيفر 3D، عندك كل الحاجات دي موجودة زي ما انت شايف. في حاجات خاصة بالبيم جي بي تي، بيم اكسبيرت، الحاجات دي كلها، ماشي. اي واحدة من دول بتدوس عليها وتقول له ستارت شات، يبدأ يجاوب لك عليها. هو ضايف عليها فكرة ان انت عايز لو تكون صور برضو يقدر يجاوب لك عليها، ماشي. طيب تعال نرجع تاني اكسبلور جي بي تي. ولو انت مشترك بحساب بفلوس تقدر تيجي هنا كرييت وتقول له انا عايز اعمل شات جي بي تي خاص بيا، وتقدر تعمله شير مع الناس، لكن محتاج ان انت تكون مشترك بفلوس. تدوس هنا جيت بلس، تدفع فلوس، يبقى ليك امكانيه ان انت تعمل اي حاجه عايزها، ماشي. بيم هو تبدا يجيب لك حاجات خاصه بالبيم، وتقدر تقول له مثلا انا عايز مساعده في السيفر 3D، وتقول له ستارت شات. عايز حاجة خاصة بالجي اي اس، اقول اكسبلور ودور على الجي اي اس، ماشي. لو في جي اي اس اهو هتلاقي حاجات كتيرة. في واحد مثلا خاصة بالكيو جي اي اس، تقدر تسأله اسئلة ويجاوب عليها من خلال تخصصه في الكيو جي اي اس. طيب هو ده خلاصة البيم مع الشات جي بي تي؟ لا، اللي بيحصل دلوقتي ان هما بيحاولوا يخلوه جوه الريفت، جوه الاوتوكاد. يعني اقول له مثلا اكتب له بالعربي بالانجليزي انا عايز ارسم 10 غرف 2 متر في مترين، يبدا يرسمهم. طب حط لي ابواب على مسافه كذا، يبدا ان هو يحطهم. ده اللي هيحصل قريب جدا، يعني خلال سنه ان شاء الله تلاقي الموضوع ده متطبق بشكل قوي، ان انت تدي له اوامر، تكتب له اوامر بالعربي او بالانجليزي عادي، يبدا يعمل لك الحاجه دي في قلب الموديل بتاعك. ممكن تقول له مثلا ايه، اكتب لي اسامي الغرف في كل مكان، بدل ما تدور على الامر بتاع الروم ده موجود فين، هو يبدا يعمله لك دايركت.